مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساء حضراتكم جميعا بكل الخير. حلقة جديدة من مساء دي أم سي. يا 500 مرحب على حضراتكم. 495 حالة إصابة جديدة، قفزة من التلتميات اللي كنا فيها. كان التوقع بأنه نبقى في حدود الربعميات. 495 ده رقم يستدعي أن احنا قبل ما نستعرض بقى باقي الأرقام كمان، بس هي موجودة قدام حضراتكم على الشاشة، بس لازم نحط سيناريو تخيلي عشان اللي واخدين بأيدينا كده بعدم التزامهم واستهتارهم إلى هذا السيناريو التخيلي اللي هو إيه؟ لقدر الله ضربت الأرقام، بدأت تبقى ألاف مؤلفة كل يوم. ليه؟ لأنه الناس ما التزمتش. هيحصل إيه بعد كده؟ هتيجي تقول لو لقدر الله أصبت بفيروس كورونا، كلم بقى 105 ولا 15-33-5 عقبال ما يرد، هيبقى في ضغط كبير. لو ربنا كرمك ووصلت، طيب دور على عربية إسعاف، مع عربيات الإسعاف هتبقى مشغولة عمالة تنقل حالات كتير. ربنا كرمك ووصلت، جات لك عربية الإسعاف، قول لي بقى بالألاف المؤلفة هتلاقي مستشفى؟ طب لقيت، هتلاقي رعاية مركزة، سرير في الرعاية المركزة؟ يا رب. طيب بعد كده هتيجي هتدور على الدكتور وفرق التمريض اللي المفترض ان هم يبقوا بيقوموا بدورهم على اكمل وجه. طب مع الالاف المؤلفه هيبقى اكيد يعني اصابهم التعب البالغ. فتيجي تبص للدكتور ولا الممرض او الممرضه تقول لهم الحقوني، يعني وبعدين؟ هيقولوا لك وبعدين ايه؟ هو انت بتستغيث بينا دلوقتي؟ طب ما احنا استغثنا بيكوا في البدايه وقلنا يا جماعه التزموا بالاجراءات عشان ما نوصلش للسيناريو ده. السيناريو التخيلي ده هل هو بعيد عن الواقع لحد دلوقتي في بلدنا؟ بس بعدم الالتزام هنروح له. السيناريو التخيلي ده هو واقع موجود في بلاد كتير اللي فيها الحالات لما ضربت بالالاف مؤلفه بدات تقول لك والله اللي هيجي ياخد الرعايه عندنا ليه شروط، كبير في السن، في قرارات حكوميه زي ما حصل في ايطاليا وفي اسبانيا، ركزوا على الشباب اكتر، في فرصه ان هم يتعافوا، الكبار السن يعني خلاص بلاش، مفيش امكانيات. عايزين توصلوا للمرحله دي؟ اكيد لا، اكيد لا. بس واحنا بنفكر ان احنا مش عايزين نوصل للمرحله دي، ما هو في مسؤوليه على كل واحد انه ياخد باله وينصح غيره وما يستهترش بالتباعد. على فكرة لسه في تقرير مكتوب بيتكلم عن انه يظهر على ما يبدو مسافة الاتنين متر ليست كافية. الناس اللي مستهترة بموضوع الكمامة بتمنع، وارد، بتقلل فرص انتقال الفيروس بشكل كبير جدا لو اللي بيحمل الفيروس لابس الكمامة واللي ما عندوش حاجة لابس برضو الكمامة. الاستهتار بهذه الإجراءات اللي بنعيد ونزيد فيها كل يوم عشان صحة حضراتكم وصحة الأسر وصحة المجتمع كله بالغة الأهمية. النهاردة القفزة اللي حصلت دي بترن جرس إنذار. دي تبعات إيه بقى؟ أنا عامل لحضراتكم مراحل، خلينا نستعرضها بعد قليل، بس الأول ناخد جولة لأهم وآخر الأخبار اللي حصلت النهاردة على الصعيد المحلي على مدار اليوم في هذا التقرير الموجز. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمكانة وانتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة. عرض وزير المالية خلال اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء عناصر المبادرة التي أطلقتها الوزارة برفع الحجز الضريبي فوراً عن أي عميل يقوم بسداد 1% فقط من أصل المبلغ. نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول وجود ارتفاع كبير في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية. أعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 495 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا، بينهم أجنبيان، لافتة إلى وفاة 21 حالة جديدة. تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، حيث تم ضبط 4339 شخصا مخالفا لقرار حظر المواطنين، و1951 سيارة و92 دراجة نارية، فضلا عن ضبط 108 مركبة توك توك مخالفة.
تبدأ غدا السبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وحتى 16 من مايو الجاري استلام أبحاث طلاب النقل بواقع قرابة 15 مليون مشروع بحثي، حيث متاح قيام الطلاب بتسليم مشاريع أبحاثهم ورقيا في المدارس وإلكترونيا على منصة إدومودو. أجرت وزيرة التخطيط والهجرة حوارا مفتوحا مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين في الخارج عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك في إطار متابعة نتائج مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية الذي عقد بالقاهرة في أكتوبر الماضي. يتوقع خبراء وهيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت طقسا معتدلا نهارا باردا ليلا على معظم الأنحاء مع وجود شبورة وغيوم جزئية في الصباح. نرجع لكورونا. شفتوا حضراتكم الإصابات النهاردة 495، حالات الوفاة حوالي 21 حالة رحمة الله عليهم وخالص التعازي لأسرهم الكريمة، 58 حالة تعافت وخرجت من المستشفيات العزل والحجر الصحي، والإجماليات موجودة قدام حضراتكم. النهاردة احنا الإجمالي 8476، يعني هنكسر على ما يبدو الأرقام دي، هنكسر 10,000 في شهر رمضان ويمكن نعدي 10,000 خلال شهر رمضان الكريم. تعالوا نبص بقى على الجدول التالي. الأول كل 1000 من إمتى لإمتى حققناها، طبعا عدد الأيام قل بشكل كبير جدا منذ البداية مع أول حالة لحد النهاردة. أدعو بس زمايلي يطلعوا أول جدول قدام حضراتكم أهو. ده مش كل 1000، ده اللي لازم نقف عنده. 24 أبريل ده كان يوم 1 رمضان، أعداد الإصابات فيه كانت وصلت معدل الإصابات اليومية 201، ده إمتى؟ 1 رمضان. بعديها بأسبوع 7 رمضان 269. طبعا بدأت تزيد الأعداد في ضوء الازدحام اللي كان موجود في الأسواق أسبوعين قبل شهر رمضان. مع تاني أسبوع تبدأ بقى الأعداد تزيد بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ثم بعد 7 رمضان نروح ل 11 رمضان 348، أدي أول قفزة حصلت بسبب التسيب، بسبب الاستهتار، بسبب عدم الالتزام اللي فضل مستمر للأسف الشديد. وبالتالي بعد 4 أيام اللي هو النهاردة 15 رمضان الموافق 8 مايو 2020، 495 إصابة. 495 إصابة. هنعمل إيه في 15 يوم اللي فاضلين من شهر رمضان الكريم؟ نلتزم ولا نكسر 500 كل يوم فنعدي 10,000؟ خلي بال حضراتكم، فكروا كده بنموذج لما بترمي طوبة في بحيرة، أول دايرة لما بترمي الطوبة تبقى ضيقة، بعدين بتوسع توسع توسع. ليه بقول النموذج ده؟ لأنه الواقع وفقا للي حصل في دول كتير، أول مجموعة حالات تبقى الدايرة صغيرة، بس الدايرة كل ما بتوسع بتوسع بشكل شره، وإمكانيات كبرى الدول ما قدروش إن هم يسدوا في مواجهة الأعداد الألاف المؤلفة اللي حصلت. بصوا بقى على نماذج زي أمريكا، زي ألمانيا، زي فرنسا، زي إسبانيا، زي إيطاليا، القياس مع الفارق. وبالتالي هنا ده مكمن الخطورة، مش عايزين نروح للسيناريوهات دي. بالمناسبة حتى هذه الدول الأوروبية اللي كنا من أسبوعين بنتكلم شوفوا الأعداد واللي بيحصل بتاع، النهاردة بدأ عدد من هذه الدول معدلاتهم إما في استقرار أو انخفاض. الشيء بس كمان اللي أشارت إليه وزارة الصحة في بيانها النهاردة أن في عدد من المحافظات يرفع عليهم القبعة، أعداد الإصابات فيها شهدت انخفاض ملحوظ، اللي هم إيه؟ دمياط، جنوب سيناء، بورسعيد، البحر الأحمر. جرس إنذار شديد لمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية اللي أعداد الإصابات فيهم بتشكل حوالي يمكن أكتر من 50% من مجمل الإصابات على مستوى محافظات الجمهورية. طيب هوري لحضراتكم بقى هذا الرسم البياني التالي نشر على احدى المواقع اللي بيتكلم عن مين البلاد اللي فيها فيروس كورونا وبدات تحقق معدلات افضل، يعني المعدلات بدات تنخفض، مين اللي عندهم نوع من الاستقرار، ومين اللي كما وصف التقرير يعني they need to take action، محتاجين ياخدوا يعني يتحركوا، محتاجين ياخدوا بعض القرارات والاجراءات. Some are winning, some are not. البعض يعني كسبة أو بيكسبوا والبعض لا. هننزل لتحت شوية هتلاقوا حضراتكم مجموعة الدول اللي وصفهم التقرير بأنه هم منتصرين على فيروس كورونا.
استراليا، كملوا يا جماعه كملوا، استراليا، النمسا، كمبوديا، ننزل تحت كمان. لا مش لازم نخش عليهم، خلينا في ال نوسع نوسع يا جماعه نوسع. طيب هيرجع تاني، ده بدايه الموضوع. شوفوا حضراتكم الكيرفات، في بلاد شهدت طفره كبيره في اعداد الاصابات، بس الناس بدات مع الخوف والالتزام بدات المعدلات تنخفض. في بعض البلاد اللي فيها المعدلات بدات تستقر، اللي هتلاقي منهم مثلا اسبانيا، هتلاقي منهم ايطاليا. المانيا من الدول اللي محققه انتصار في مواجهه فيروس كورونا المستجد. مصر فين؟ في الجدول الثالث. They need to take action، محتاجين ان احنا ناخد موقف. الموقف ده مكمنه في كل حتة في العالم، الناس لما التزمت الأعداد قلت. طيب في بعض البلاد اللي ممكن تكون فيها نسب أو معدلات التزام الناس ضعيفة، فالدولة قامت عاملة إيه؟ أخدت إجراء زي الصين، كوريا الجنوبية، وتايوان. الثلاث دول عملوا حاجة ظريفة جدا، وهي يمكن لو كانت حصلت في مصر الناس هتقول لك عايزين يراقبونا، الحقوا، مش عارف إيه، خاصية التتبع. يعني مثلا تايوان. تايوان مع بداية ظهور فيروس كورونا في ووهان في الصين، تايوان مش بعيدة عن الصين، بنتكلم المسافة تقريبا حوالي 130 كيلومتر، مش بعيدة. عملت ايه تايوان في البداية؟ طبعا كتبت او نشرت تقارير دي اعداد الاصابات في تايوان لحد النهاردة، 440 اصابة، 6 حالات وفاة، 355 تعافوا، يعني حالات اللي هي اكتف كيسز اللي ما زالت مصابه وبتتلقى الرعايه تقريبا حوالي 83. ده بالنسبه لايه؟ لتايوان. بس الحقيقه انه السيناريو وفقا لدراسه اعدتها جامعه جونز هوبكنز الامريكيه مطلع هذا العام، قالت فيه انه تايوان هتبقى الدوله رقم 2 على مستوى العالم في اعداد الاصابات واعداد الوفيات. ليه التقرير ده استند على ايه؟ استند على حاجتين، الحاجه الاولانيه المسافه القريبه من الصين. الحاجة التانية انه فكروا في سيناريو فيروس السارس في 2003 لما انتشر في الصين، انتشر الى الدول المجاورة للصين اللي كان منهم معدلات الانتشار عالية فين؟ في تايوان. فبالتالي دي كانت الرؤية او التوقعات بالنسبة لتايوان. هل ده حصل؟ الحقيقة لا، الموضوع كان مختلف عن ده تماما شكلا وموضوعا. تايوان ظهر الفيروس في ووهان في الصين، قامت عاملة ايه؟ اول حاجة أعلنت حالة الطوارئ قبل ما تعلن أصلا في ووهان، ده رقم واحد. رقم اتنين، بدأت بعتت بعثة من العلماء والباحثين والأطباء إلى ووهان سريعا، لأنه الأول خاطبت منظمة الصحة العالمية، وتايوان مش عضو في منظمة الصحة العالمية، وبالتالي ما تمش الرد عليها، على طول قامت بعتة الأطباء والباحثين إلى فين؟ ووهان، عشان يفهموا إيه اللي بيحصل هناك، إيه موضوع الفيروس ده. فلقوا إن الفيروس ده خطير جدا وبينتقل من إنسان إلى إنسان. رجعت البعثة دي وعلى طول بدأوا ياخدوا إجراءاتهم. واحد من الإجراءات دي الحقيقة ليه علاقة بموضوع فيروس السارس من 2003، لأنه منذ ذلك الوقت وبعد موضوع فيروس السارس في تايوان عملوا مركز متخصص في مكافحة الأوبئة، وبناء عليه من ضمن اللي أوصى به هذا المركز أنه اولا ده بيشكل او بيعتبر نقطه اتصال بين الحكومه والسلطات المحليه في الاقاليم، وبدا العمل منذ ذلك الوقت من 2003 على تدريب الطواقم الطبيه على تنفيذ الحجر الصحي في الاوقات العاديه. بمجرد ما ظهر الفيروس بدا ياخد اجراءاتهم. واحد، بقت اي طياره بتوصل الى تايوان بيتم ارسال مجموعه من الاطباء، بيتم فحص الركاب قبل ما ينزلوا من الطياره، درجة الحرارة ومش عارف كل حاجة بقى عشان يتأكدوا ان هم كويسين. بس لا، قامت عاملة ايه بقى كمان تايوان؟ بقت بتاخد موبايلات الركاب، تشوف بياناتها التليفونات، وتفعل فيها خاصية الجي بي اس عشان يتم تتبعهم لضمان التزامهم بإجراءات الحجر المنزلي لمدة 14 يوم، فمحدش كان بيتحرك من مكانه لأن كان فيه عقوبات. ده واحد من الإجراءات. حاجة تانية زي ما قلت لحضراتكم، على طول أعلنوا حالة الطوارئ قبل ما يتم إعلانها حتى في ووهان. بعد كده كمان من ضمن الإجراءات طبعا موضوع بقى الطائرات والسفر ووقف السفر ووقف الرحلات والكلام ده كله، بالإضافة إلى أنه ما فيش مراكب تقوم بالرسو في الموانئ في تايوان. كمان تايوان استخدمت تقنية الكيو آر اللي بتظهر بيانات الأشخاص اللي سافروا
سافروا من فين لفين وتاريخ السفر وعدوا على فين خلال 14 يوم. ده غير انه اي حد كان جاي من ووهان بيتعمل له فحص وعزل منزلي على طول فورا، حتى لو الفحص قال ان هو تمام وزي الفل. فدي من ضمن الاجراءات تم تنفيذها بصرامه، المواطنين التزموا، عشان كده الارقام زي ما حضراتكم شفتوا تعتبر ولا حاجه في ضوء اللي موجود في كل حته في الدنيا. وبالمناسبه ما اعلنتش حظر كلي، عشان بعض الناس بتقول انه الحظر الكلي ممكن يكون هو القرار. وبمناسبه الحظر الكلي ده المؤشرات اللي كنت بكلم حضراتكم عليها في البدايه. هو مصر فيه من الدول اللي نيد تو تيك اكشن، مصر وفنلندا، وهتلاقوا تحت كمان في بريطانيا وامريكا. ليه؟ لانه الكيرف طالع، معدلات الاصابه فيه زياده مقارنه بالدول اللي حققت استقرار في الجدول اللي قبل ده، او الدول اللي حققت انتصار على الفيروس لحد الوقت الراهن زي ما استعرضنا بعضهم. فدي مثلا نموذج اللي تايوان عملته، موضوع التتبع ده حصل في كوريا الجنوبيه، حصل في الصين، وبالتالي شكل ضمانه قويه لالتزام كل شخص باجراءات العزل المنزلي. ده رقم واحد. رقم اتنين، اي شخص بيقرب من منطقه تعتبر موبوءه او فيها انتشار للفيروس بيتم اختاره مباشره عشان ما يقربش من المنطقه دي. غير بقى منع السفن السياحيه من الرسو في الموانئ، غير وقف حركه الطيران، غير وكل الاجراءات دي كلها. في ضوء ذلك الارقام، طب التعداد السكاني في تايوان قد ايه؟ 23 مليون. يعني تقريبا قد القاهره بس. تيجي انت بقى تقول لي حظر كلي، في دول بتعمل كده. الاردن الناس بتتكلم عليها كتير انه عملوا حظر، وبالتالي فضلوا لمده حوالي 8 ايام معدلات الاصابه الجديده صفر، بس حصل انه في 11 حاله امبارح مثلا على سبيل المثال. النهارده الكويت اخذت اجراء بانها تطبق حظر تام كامل لمده 20 يوم بدايه من الاحد القادم. يقدروا ينفذوا ده وممكن يحققوا نتائج طيبه، طبعا نتمنى ليهم ذلك، بس خلي بال حضراتكم برضو التعداد السكاني لازم نحطه في الاعتبار، اللي هو حوالي تقريبا في حدود ال 4 مليون، مش رقم. هل ناخد اجراء زي ده في مصر؟ بعض الناس بتقول اه ما نعمل حظر كلي، التبعات الاقتصاديه هتستحملوها؟ لانها تبقى بالغه القسوه، بالغه القسوه. وبعدين طب ليه نلجا لده ما دام الحل موجود؟ التباعد، كمامه، جوانتي، اغسل ايدك بسرعه وكتير، خليك بالكحول لو هتنزل تعمل اي مشوار ضروري، في اي لحظه مسكت حاجه نقلت حاجه، طبعا ما تسلمش على حد وده مفروغ منه. انما الناس اللي بتتعامل بالاحضان والبوس وكانه مفيش كورونا ومفيش تطهير ومفيش كمامه ومفيش 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 ومفيش، 500 حاله النهارده، وهتزيد الايام اللي جايه بالمعدلات اللي احنا ماشيين بيها دي. وانا هحاول مع حضراتكم كمان على مدار الفتره القادمه نبص على نماذج اخرى من الدول اللي نجحت، عشان نعرف نجحوا ازاي ونحاول نستفيد. ولكن قبل ما ابص على كل الدول دي هتلاقوا عامل مشترك واحد، الالتزام. اما التزام طوعيه من المواطنين زي مثلا في المانيا، الناس خافت من فيروس كورونا فبدات تلتزم بالاجراءات وبالعزل المنزلي، او انه تم بخاصيه التتبع عشان يبقى في تنبيه على اي حد ما التزمش بيه اي من الاجراءات اللي تم اتخاذها في هذه الدول. بما اننا رحنا للكورونا دوليا كمان، خليني اقول لحضراتكم اخر التطورات بشان التصريحات اللي بتخرج من الرئيس الامريكي دونالد ترامب في توجيه اتهامات الى الصين بان هم السبب في موضوع كورونا وهم اللي نشروه وهم يمكن عمد. النهارده الرئيس الامريكي بيتكلم بصيغه مختلفه شويه، حمل الصين برضو المسؤوليه، ولكن قال انه يمكن الموضوع كان عن غير عمد، مش قاصدين. رجح هذه المره في تصريحاته في لقاء تلفزيوني مع قناه فوكس نيوز بانه الصين اللي تسببت في هذه الجائحه ولكن دون تعمد، ما كانتش قاصده يعني. هل الصين هي السبب ولا لا؟ ده الحقيقه ممكن تساله وبعض الناس بتتوقعه. والرئيس الامريكي دونالد ترامب ومايك بومبيو كمان قالوا ان معاهم ادله بتثبت انه الفيروس كان خرج من المعامل او المختبرات في الصين. ولكن دحض ذلك بعض واحد اكبر من اكبر الاطباء في امريكا، دحض ذلك تقرير نشر في دير شبيجل الألمانية، لتقرير من المخابرات الألمانية. التقرير ده للمخابرات الألمانية شكك في الادعاءات الأمريكية بأن فيروس كورونا مصدره مختبر صيني من مدينة ووهان، وده اللي نشر في مجلة دير شبيجل النهاردة، اللي قالت أنه أو نقلت عن وكالة المخابرات الاتحادية الألمانية، قالت أنها طلبت هذه المخابرات، جهاز المخابرات الألماني طلب من أعضاء تحالف المخابرات اللي بتقوده الولايات المتحدة الأمريكية والمعروف باسم تحالف الخمس أعين، خمس عيون،
فطلبت انه يقدموا الادله اللي موجوده اللي بتثبت هذا الاتهام، غير انه فيش اي حد من اعضاء التحالف اللي بيضم امريكا، بريطانيا، كندا، استراليا ونيوزيلندا، فيش حد ابدى تاكيد لادعاءات امريكا. وخلص التقرير المخابرات الالمانيه اللي قدموه الى وزيره الدفاع الالمانيه، خلص الى انه الاتهامات الامريكيه هي مجرد محاوله متعمده لتوجيه الاهتمام العام بعيدا عن اخفاقات الرئيس الامريكي دونالد ترامب. ده التقرير هو اللي بيقول الكلام ده، ولكن اللي بالنسبه لنا في التقرير فكره انه بيضحط كل الادعاءات اللي كانت موجوده الفتره اللي فاتت من مسؤولين في الإدارة الأمريكية بتوجيه الاتهام إلى الصين بأن هي السبب، وأنه خرج من مختبر، والنهاردة الرئيس الأمريكي بيقول لا يمكن كان غير متعمد مش متعمد وما إلى ذلك. بس ده تقرير مخابراتي، وبالتالي أكيد أنه طلع على كل الأدلة المتوفرة وخلص إلى هذه النتيجة. في ضوء ذلك كمان خلينا نتكلم على شأن آخر، وهو ما أشارت إليه منظمة الصحة العالمية، عشان برضو نخلي بالنا. منظمة الصحة العالمية قالت أنه فيروس كورونا النهاردة عدى عدد الإصابات على مستوى العالم دلوقتي 3,985,000، يعني أعتقد خلال الأسبوع اللي جاي هيبقى عدى 4 مليون. منظمة الصحة العالمية قالت أنه حتى الآن كل الأدلة اللي موجودة بتقول أنه انتقل عن طريق الخفافيش ويمكن أن ينتشر بين القطط. وقال خبير الأمراض الحيوانية التي تنتقل للإنسان بيتر باين إمبارك في مؤتمر صحفي، قال انه كورونا ياتي من مجموعه من الفيروسات التي ولدت او انتشرت داخل الخفافيش، ولكنه ليس من الواضح حتى الان اي من الحيوانات هي التي نقلت هذا الوباء المستجد بعد ذلك الى الانسان. وقال انه الفيروس وصل للانسان على الارجح عن طريق الاتصال بالحيوانات اللي بيتم تربيتها بغرض استخدامها في وجبات الطعام، على الرغم ان العلماء لم يحددوا حتى الان اي فصيله بالتحديد هي المسؤوله عن ذلك. التحذير بس أو التنبيه اللي لازم نحطه في الاعتبار هو اللي أشار إليه، بأنه القطط والقوارض معرضة للإصابة بالفيروس، والكلاب قد تصاب بالوباء ولكن بدرجة أقل. ده بس بيرن جرس إنذار برضو لكل اللي مربيين حيوانات، خلي بالكم منهم، مش معناها أن أنتوا ترموهم في الشارع، عشان في ناس بتعمل كده، ده يعني تحرك لا إنساني على الإطلاق، ولا يعني ليه علاقة بالناس اللي عندها ضمير وقلب وبتفكر. الفكرة بس انه قطتك معاك في البيت، والله خلي بالك منها مش اكتر من كده، الكلب بتاعك معاك في البيت خلي بالك منه برضه مش اكتر من كده، وطالما هو في البيت هيجيله منين؟ الا لو كنت انت السبب، يبقى على القطة او الكلب هم اللي يطردوك مش العكس الحقيقة. وربنا يستر يا رب على الجميع. قبل ما نطلع على فاصل، فتوى في دقيقة. النهاردة الواحد مننا اتسحر ويخش ينام، طبعا بعد ما المفروض انه بيغسل سنانه ويتمضمض والكلام ده كله، بس ماذا لو صحيت الصبح وحسيت في طعم اكل في بقك؟ هل ده يبطل الصيام ولا لا؟ نسمع بقى الفتوى من دكتور مجدي عاشور ونلتقي بعد الفاصل. سؤالنا النهارده بيقول: استيقظ انسان في نهار رمضان فشعر ببعض الطعم في حلقه من الطعام، فهل هذا يفطر؟ وللإجابة عن هذا السؤال نقول بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا وأسسنا قاعدة: الذي يفطر إدخال الطعام أو أي شيء من الأنف أو الفم أو من فتحة الشرج بتعمد، هذا هو الذي يفطر. وعلى هذه القاعدة من وجد في حلقه بقية رائحة طعام أو طعام لا يفطر، وهذه الرائحة لا تفطره، وإنما هذا شيء سابق قبل الفجر، فنقول له صومك صحيح ولا تنشغل بذلك، والله أعلم. على قد ما الأرقام اللي بتاعت النهاردة دي يعني مقلقة شوية الحقيقة، واللي أعتقد أنه في ضوءها لو كان في بعض الافكار انه بعد رمضان الاجراءات يتم تخفيفها، انا شايف تغليظ بالارقام اللي موجوده النهارده دي، ويا رب ما تستمرش معانا الايام اللي جايه، بس لو استمرت بالشكل ده لا، يبقى لازم الموضوع يعني يبقى فيه اجراءات مغلظه اكتر.
قصة بقى أنه سياحة داخلية وناس تخرج وتروح وتيجي، ما أعتقدش أن ده المفروض أنه هو يحصل على الإطلاق في ضوء هذه الأرقام، ولكن طبعا الموضوع هيبقى متروك إلى المتخصصين في هذا الأمر. بس في حاجة مبشرة وجميلة بقى تفتح النفس، في موقع اسمه فينبولد. الموقع ده معني هو فين اختصارا لفاينانس، تمويل، وهو معني بطرق التمويل على مستوى العالم، وفي ضوء موضوع كورونا فبقى مهتم بطرق التمويل او التمويل اللي بيتم توفيره لاجراء الابحاث العلميه او لمكافحه فيروس كورونا المستجد وما الى ذلك. هذا الموقع هو فاينانس امبولد، فينبولد، عمل تجميع ظريفه كده لعدد الابحاث المعتمده اللي تقدمت بها كل دوله. في المركز الأول الولايات المتحدة الأمريكية ب 209 بحث، فرنسا 174 بحث، الصين 74 بحث، إيطاليا 59 بحث. خلي بال حضراتكم ده اللي تم اعتماده، هتلاقوا قدامهم بقى طبعا أرقام كبيرة جدا من أبحاث الأخرى تم تقديمها. المبشر جاي بقى، ننزل شوية تحت كمان، أسبانيا، ألمانيا، المملكة المتحدة، كندا، ومصر في المركز التاسع على مستوى العالم والأول عربيا وافريقيا بواقع 21 بحث معتمد. ده طبعا قصاده هتلاقوا اعداد كبيره جدا اخرى من الابحاث اللي اتقدمت، انما لان احنا في مصر الحقيقه اتعمل ابحاث كتير جدا، وده مجهود يعني محترم جدا ورائع ومشرف، ومشرف اكتر ان نلاقي من هذا العدد من الابحاث اللي اتعملت واللي اتقدمت 21 بحث معتمد، يضع مصر في المرتبه التاسعه على مستوى العالم، وده شيء الحقيقة يدعو إلى الفخر والسعادة. ولأني شخصيا ما كنتش على دراية كبيرة بإيه موقع فين بولد وتفاصيله، فقبل الهوى مباشرة حاولنا نتحقق من هذا العدد من 21 بحث، وتأكدنا بالفعل أن ده حقيقي، 21 بحث معتمد، بس قصادهم في أبحاث كتير جدا مصر تقدمت بيها. فده كان برضو من الحاجات المبشرة والجميلة، خصوصا لما تلاقوا ده كمان الأبحاث اللي تقدمت دي منها أبحاث من جامعات في محافظات مصر المختلفة، من جامعات كفر الشيخ وطنطا والقاهرة وعين شمس وغيرهم، الحقيقة من الجامعات اللي قدمت هذه الأبحاث حول فيروس كورونا المستجد في موضوعات مختلفة بقى، إن كان طرق الوقاية، إن كان الأبحاث اللي بتتم لمحاولة الوصول إلى لقاح أو دواء تعزيز المناعة، مش عارف التفاصيل دي كلها. فده الحقيقة من الحاجات الجميلة جدا، وحبيت أنه نتأكد من مدى صحته عشان وإحنا بنطلع على حضراتكم نقول كده حاجة تفتح النفس ونبقى سعداء بيها، ورب ال 21 بحث دول كمان يزيدوا أكتر خلال الفترة القادمة. من الحاجات كمان برضو اللي تفتح النفس الدور المجتمعي، ويمكن استعرضنا مع حضراتكم على مدار الفترة اللي فاتت وهنفضل نتكلم في ده الفترة اللي جاية، لأن الحقيقة أهل الخير في مصر بسم الله ما شاء الله كتير، وكل واحد بيبقى عنده مقدرة أنه يقدم مساعدة بيعمل ده، والمساعدة مش شرط تبقى مالية بس، حضرتك حتى من غير فلوس ممكن يبقى دورك في الدعم للمجتمع أنك توعي اللي حواليك، تقول لهم لا البسوا الكمامة، لازم يبقى فيه تباعد، مش هنسلم على بعض. زي مثلا ساعات النهارده اتنين صحاب يتقابلوا، فواحد يقوم مدد ايده يقول له انا بلاش، عشان يقول له ايه يا عم جو كورونا ده، ما هو جو كورونا ده احنا عايشين فيه، هو مش خيال علمي الحقيقه، احنا عايشين فيه، فجو كورونا ده حضرتك لازم تلتزم بيه زي ما صديقك المحترم التزم بيه. من ضمن النشاط المجتمعي بقى كمان الحقيقه في مستشفى في الشرقيه اسمها مستشفى القنايات المركزي، محافظه الشرقيه. مستشفى كانت مقامه بس يعني مش مجهزه قوي، مش على أكمل وجه، مش الشكل النموذجي للمستشفيات، وأعتقد معنا صورة لهذه المستشفى ما قبل، ده شكلها ومنها جزء كان لسه تحت الإنشاء. اللي حصل إيه بقى؟ اللي حصل إنه أهل الخير ربنا يبارك لهم جمعوا فلوس تقدر بالملايين، وعزموا على تطوير هذه المستشفى وتزويدها بالأجهزة الطبية والمونيترات، شاشات مراقبة، أسرة عناية في العناية المركزة، أسرة للأطفال، قسم العناية المركزة للأطفال من 11 سرير تقريبا، ومنهم يعني واحد مخصص للعزل، ومجهز بأحدث المعدات الطبية، ده إلى جانب تطوير المعدات ووحدات أخرى كتير داخل هذه المستشفى. خلونا نعرف تفاصيل أكتر، من الذي قام بهذا الدور المحترم وتكلف قد إيه، وهل عملية التطوير اللي احنا شايفينها بتتم هل انتهت ولا لسه؟
سعدنا أن ينضم إلينا عبر سكايب دكتور محمد جزر، الرئيس التنفيذي لإحدى المؤسسات الطبية الخاصة. دكتور محمد مساء الخير وكل سنة حضرتك طيب. أهلا مساء النور رامي بي، أهلا وسهلا يا فندم، وكل سنة حضرتك طيب والمشاهدين طيبين وحضرتك بالصحة والسلامة. دكتور محمد احكي لنا القصة، إيه بالضبط اللي حصل مع هذه المستشفى وعملية التطوير والتكلفة، ومن الذي تكفل بهذه الأرقام؟ معلش أنا هرجع بالتاريخ شوية لورا لأن هي القصة قديمة. احنا كنا في مستشفى التيسير، كان مجلس الإدارة بتاعها في 2010، قررنا أن احنا نبتدي دور مجتمعي مهم، لأن المؤسسات لما بتوصل لحجم معين بيبقى مفروض عليها أن هي تعمل دور مجتمعي، أن هي تساعد المجتمع. فقررنا أن احنا نطور أقرب مستشفى مركزي للمستشفى بتاعتنا، وبالفعل كانت مستشفى الإناث، وتقدمنا بطلبات، ولكن للأسف في 2010 تقابلنا ببعض المعوقات الإدارية، فصرفنا النظر عن الموضوع تماما لمدة 8 سنوات تقريبا، والموضوع نام تقريبا تماما لغاية ما حصل ظرف معين. كنا عالجنا 3 مستشفيات مجانية، وأنا بذكر الواقعة دي لأن محدش يعرفها، ولكن عشان الناس تعرف، معالي وزيرة الصحة الدكتورة هالة بصراحة يعني قد إيه عندنا وزيرة محترمة وبتهتم بأدق التفاصيل. فكنا عالجنا 3 حالات مجانية في المستشفى يعني كفعل خير، ناس مش قادرين. وبعدين بعدها بيومين لقيت التليفون بتاعي بيتصل برقم، رقم غريب بيكلمني، فمين حضرتك؟ فبتقولي أنا وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد. على فكرة ما كانش في أي علاقة بيني وبينها، ما كنتش أعرفها، وكان أول مرة يحصل محادثة تليفونية، فأنا استغربت جدا لدرجة أنا افتكرت إن في حد بيعمل حركة أو حاجة. فقلت لها حضرتك معالي الوزيرة معايا؟ قالت لي أيوة أنا مع حضرتك، وإحنا بنشكركوا على إن أنتوا عالجتوا 3 حالات مجانية، وده دور الدولة، ولو تحبوا أبعت لكم قرارات على نفقة الدولة. فقلت لها لا يا معالي الوزيرة، خلاص ده موضوع لوجه إحنا عملناه لوجه الله وخلص وخلاص. وقالت لي طبعا المهم ده رقم تليفوني، ولو في اي حاجه تتصل بيا فورا او تبعت لي رساله علشان ابقى متابعه انتوا في الشرقيه ايه وضعكم. فبصراحه ده شجعني، فتح بقى معايا الموضوع اللي كان واقف في 2010 اللي بحكيه لحضرتك. قلت طب واي نوت، طب ما احنا طالما في مبادره تاني اروح تاني للمبادره، طالما معالي الوزيره عندها الكم النشاط وانها يعني تتصل بيا علشان 3 حالات، طب ما دي هتبقى مستشفى تعالج ملايين بقى يعني بالظبط. فبالفعل بعت لها رساله على الواتس، وفوجئت ان الرد جه على الواتس، وانا قلت لها في مستشفى اسمها كذا، وانا شايف ان حالتها يعني مش كما ينبغي، واحنا عايزين نعمل لها تقريبا كومبليت رينوفيشن او يعني تجهيزات كامله. فبرساله واحده على الواتس قالت لي خلاص ابدا من بكره. بصراحه يعني انا كانت بالنسبه لي حاجه مفاجاه جدا، يعني اللي وقف في 2010 وقعدنا شهور او فترة طويلة نحاول نجيب موافقات، وما كانش خلص برسالة على طول، برسالة والله رسالة واتس بصراحة، علشان هي يعني برضو كل ذي حق ياخد حقه يعني. قالت لي ابتدي من بكرة، قلت لها ابتدي يا معالي الوزير؟ قالت لي ابتدي، لان ده دي توجيهات الدولة دلوقتي يا دكتور محمد، وفخامة الرئيس هو اللي يعني دايما في كل اجتماعاتنا بيقول الدور المجتمعي والناس لازم تشارك، فدي توجهات الدولة كلها، لو عايز تبتدي على طول ابتدي فورا. طبعا كان لقينا كل الدعم، وابتدينا رحنا زورنا المستشفى. الصور مع حضرتك طبعا كانت المستشفى كلاندسكيب وكواجهات، و كانت محتاجة تطوير كبير. نعم جدا، احنا عملنا بادجت، والبادجت احنا كنا حاطين بادجت ان احنا هنكلف المستشفى 7 مليون جنيه. وصلنا ل 11 مليون جنيه ما شاء الله، اشتغلنا فيها 5 شهور ليل نهار متواصلين. انجزنا طبعا اللاندسكيب، الواجهات لو حضرتك طبعا الصور عند حضرتك بنعرضها، ومستمتعين الحقيقه واحنا بنشوف النقله اللي حصلت للمستشفى ما شاء الله، لان انا الصوره مش قدامي فانا مش عارف حضرتك. فهي حضرتك احنا عملنا اللاندسكيب، عملنا الواجهات. المستشفى ما كانش فيه اسانسير، وكان دي مشكله بالنسبه للناس اللي بيعملوا عمليات جراحيه انهم يتنقلوا من العمليات للاوض بتاعتهم.
ركبنا الاسانسير وبعدين دخلنا عملنا عنايه مركزه، انا بعتبرها عنايه مركزه عالميه يعني مش موجوده في اي مستشفى خاص، يعني حضرتك اكبر المستشفيات الخاصه في مصر كلها. احنا عملنا الستاندردز العالميه، عملنا تكييفات بحاجه اسمها الهيبا فلترز او الحاجات اللي هي المكيئه اللي هي الفلاتر البكتيريه، عملنا المونيتورات زي ما حضرتك تفضلت. دكتور محمد، طيب وهل يعني تم الانتهاء من رفع كفاءه المستشفى بشكل كامل؟ احنا المستشفى احنا طورنا شبكه الغازات وشبكه الحريق وطورنا طبعا، ركبنا الاسانسيرات، العنايه المركزه تم الانتهاء منها، وفعلا العنايه دلوقتي عنايه مركزه للاطفال، ودي بتعتبر اول عنايه مركزه للاطفال في محافظه الشرقيه. حتى المستشفيات الخاصه نفسها، ايفن حتى المستشفى الخاصه بتاعتي ما فيهاش عنايه مركزه للاطفال متخصصه للاطفال، وده مهم لان كان في شكاوى كتير من الاهالي الحقيقه بيدوروا على اسره للاطفال فعلا كعنايه مركزه. هو بصراحه يعني حتى هي معالي الوزيره مشكوره قالت لي يا دكتور محمد يعني انت هتجهز وهتعمل، واحنا ان شاء الله هيبقى التشالنج اللي قدامنا ان احنا نجيب الكوادر. وبالفعل بعتوا السيد الدكتور هشام مسعود وكيل الوزاره برضو يعني ساندنا كتير في الموضوع ده، وبعد الدكاتره اتدربت وتمريض اتدرب، وما شاء الله دلوقتي مستشفى شغاله يعني دلوقتي يعني. بتعمل طبعا بتعمل بكفاءه، وتقريبا ما فيش سرير فاضي فيها ما شاء الله. وبقى يعني بتطلع نتائج مذهله. احنا حاليا هتخدم قد ايه تقريبا يا فندم؟ هي حركة العناية فيها 12 سرير، فيها 10 عاديين سراير عناية مركبة، هي 12 سرير منهم 2 سريرين للعزل. عزل طبعا مش العزل المقصود بيه، لان الناس دلوقتي لما بتسمع كلمة عزل بتفتكر ان هو عزل كورونا، عشان كورونا لكن لا هي العزل اللي هو دايما العنايات اي عناية مركزة لازم بيبقى فيها اسرة للعزل. اي مريض بيحتاج ان هو يتعزل عن بقية المرضى بيعزلوه فيها. فيها طبعا اجهزة تنفس صناعي، فيها مونيتورات، فيها سنترال ستيشن بتراقب كل المرضى، ممكن الطبيب المقيم يراقب من الاوضه بتاعته يراقب المرضى كلهم، فيها صيدليه نموذجيه جدا. يعني بصراحه تحولت تماما وبقت مرجعيه في محافظه الشرقيه. او يا دكتور محمد، مجهود عظيم الحقيقه اللي حضراتكم قمتوا بيه، والنقله اللي احنا شايفينها في الصور ما كانت عليه المستشفى وما اصبحت عليه الان شيء اكتر من رائع. يعني بنرفع لحضراتكم القبعه ومشكورين على هذا المجهود المحترم جدا 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 يا دكتور محمد. بشكر حضرتك يا رامي، وده واجبنا تجاه البلد، ودي رسالة أنا عايز أوجهها برضو لكل رجال الأعمال، إن لو كل واحد قدر إن هو يتبنى، يعني لو كل مستشفى خاص قامت بتطوير مستشفى حكومي، تهيألي مش هيبقى عندنا مشكلة. صحيح. يعني لو كل مستشفى خاص خدت على كيالها إنها أقرب مستشفى حكومي لها، مش لازم تعمل لها كومبليت رينوفيشن، بس تعمل عناية مركزة، تعمل جناح عمليات كويس، تهيألي هتبقى دي مساهمة ومفروض تبقى مبادره من نفسنا. مزبوط. يعني احنا قبل ازمه كورونا والكلام ده، انا بكلم حضرتك من سنه ابتدينا. انا حاليا بنشطب جناح العمليات، بنعمل برضو سنترال او ار او جناح عمليات مركزي، وبرضو هيبقى تقريبا احدث جناح عمليات في الشرقيه كلها. وان شاء الله انا مرتب مع دكتور هشام ان شاء الله هنعمل فيها اوبن هارت، يعني نشوف حضرتك صور المستشفى، عمليات القلب المفتوح. العمليات القلب المفتوح، يعني صور المستشفى اللي كانت قبل اللي حضرتك عرضتها. المستشفى دي ان شاء الله في خلال شهر او اتنين هتسمع ان اتعمل فيها اول عمليه قلب مفتوح. فان شاء الله باذنك يا رب، يعني احنا هنحاول ان احنا نكون ملتزمين وننجز ان شاء الله. ويا رب ان شاء الله المبادره الجميله اللي حضراتكم قمتوا بيها دي تعدي اخرين ان شاء الله عشان يقوموا بنفس المبادره. بشكرك شكرا جزيلا، وكل التحيه لحضرتك وكل من قاموا بتقديم الدعم لتنفيذ هذا التطوير الرائع اللي حصل لمستشفى الإنايات. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد جزر، الرئيس التنفيذي لمجموعه التيسير الطبيه. من هذا المجهود المحترم ومن المبادرات الرائعة دي هنروح لقصة تانية الحقيقة نموذجية أيضا في الكفاح، لأنه في ناس بطبيعة الحال ظروفها اتأثرت، لقمة العيش اللي كانوا بيحققوها من مهنة معينة تأثرت. في اللي بيبدأ يفكر أو قبليه، في اللي بيحبط وما بيتحركش، في اللي بيبدأ يفكر، وفي اللي على طول بيتحرك عشان عنده حمية ومش فارق معاه هو هيشتغل ايه فين ازاي مع مين، المهم انه يعني ياكل من عرق جبينه زي ما بنقول. النموذج اللي احنا بنتكلم عليه ده عمل ده بالفعل. هو لاعب كرة بيلعب في احدى الاندية، نادي بني سويف، وطبعا النشاط الرياضي توقف، فقرر انه بشكل مؤقت يغير نشاط. ليه؟ عشان
الراجل عايز يفضل يعني كسيب بياكل من عرق جبينه. اللاعب اللي قدام حضراتكم هو اللاعب محروس محمود، لاعب نادي بني سويف. بعد توقف النشاط الرياضي بسبب موضوع كورونا وما إلى ذلك، بدأ إنه يمارس مهنة أخرى، والحلو بيعمل الحلو، فبقى بيعمل حلوى رمضان، قطايف لكنافة لحاجات من النوع ده، وده هو محروس، ربنا يحرسه. وزي ما حضراتكم شايفينه دلوقتي وعنده 28 سنة ومعانا على التليفون. يا كابتن محروس مساء الفل، وتسلم إيديك ورجليك، ما شاء الله الاتنين بيقدموا يعني حاجة جميلة. استأذنك تسمعنا من التليفون وتوطي التلفزيون. ما انا سامعك يا بيلي من التليفون. يا اهلا بيك يا كابتن محروس. اهلا بيك، اهلا وسهلا. كل سنة وانت طيب. حضرتك طيب وانت بصحة السلامة والله. خدت قرار تغيير النشاط مع توقف النشاط الرياضي امتى؟ والله حضرتك انا على طول لما ابدا في الدوري والكلام ده كله، فلما الدوري بيضف انا حضرتك بنزل بشتغل في الايام العادية، بشتغل في المباني، انا بنى حضرتك بنى تمام. وفي شهر رمضان بشتغل في الكنافه والقطايف زي ما حضرتك شايف كده. يعني ده مش اول رمضان تعمل كده؟ لا حضرتك ده مش اول رمضان، لا على طول يعني الحمد لله بشتغل في الكنافه والقطايف يعني. ما شاء الله ما شاء الله. طب ولو كان الدوري مستمر يعني مع السنين اللي فاتت كنت بتعمل ده مع ده؟ ايوه طبعا كنت بشتغل. ايوه طبعا يعني في السنين اللي فاتت برضه كنت في شهر رمضان برضه كنت بنزل في الكنافه برضه. وفي الايام العاديه كنت برضه بنزل في الشغل المباني برضه بصراحه يعني. ما شاء الله عليك. طب معلش يعني هسألك سؤال كده، لانه بيجي في بال بعض الشباب انه انا لعيب كوره وبتاع، طب هشتغل بنا ولا هعمل قطايف ولا كنافه، ما فكرتش الافكار دي؟ لا والله ما فكرتش خالص الافكار دي، لان اقول لحضرتك هو الشغل مش عيب حضرتك تمام. لا طبعا اهم حاجه الراجل يعرف ازاي يجيب الدنيا، ويعرف ازاي يشيل مسؤوليه، ويعرف ازاي مثلا يفتح بيت، ويعرف ازاي حضرتك ان هو مثلا يبقى راجل. بس كلمه الراجل دي مش في البطاقه ان هو راجل، لا كلمه راجل معناه ان هو يشيل مسؤوليه فعلا. يفتح بيت، يقدر يعتمد على نفسه، يقدر يقف في ظهر ابوه وامه واخواته ويساعدهم مهما كان برضه الظروف يعني. لازم الانسان فينا ان يقدر يساعد اهله باي سبل الطرق من اي حته ومن اي اتجاهات، يشتغل اي حاجه مش عيب، المهم حاجه يكون بالحلال. جدع يا كابتن محروس والله، ربنا يحفظك يا رب. الله يخليك. طب قول لي هو ليه الناس عاده بتحب القطايف العصافيري اكتر؟ ايوه عشان تبقى صغيره كده وبتبقى حلوه، تاكلها على مره واحده كده. والكبيره وحشه ليه؟ ما بتبقى مليانه كده برضه. الكبيره في حضرتك على حسب، في ناس مثلا تقول لك مثلا عايزه مثلا القطايف تبقى كبيره، وفي ناس تقول لك انا عايز عصافير. النهارده والله في جه اثنين خد منه طبقان عصافير برضه، كان زي الفل والله. ربنا يوسع رزقك يا رب ويكرمك اكتر ويخليك لاسرتك. الله يخليك وتسلم، شكرا لحضرتك خالص. ربنا يبارك فيك يا رب، نورتنا بتليفونك، اشكرك شكرا جزيلا. كابتن محروس محمود، شوفوا الروح الحلوه يا جماعه، والله العظيم نست الواحد الاخبار اللي دمها تقيل اللي كنا بنتكلم عليها دي. ربنا يا رب يكتر من امثاله، واتمنى انه كل الشباب يفكروا بنفس المنطق ايا كانت الشغلانه ايه، انه ما توقفش، كمل، اسعى، هتلاقي ربنا بيكرمك طول ما انت بتسعى وتجتهد. وربنا يا رب يوسع رزق كابتن محروس وكل من بينتهج نفس هذا الاسلوب في الحياه. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل انتظرونا عشان ننتقل بقى الى الشق اللي ليه علاقه بالدراما الرمضانيه، ارجوكم ابقوا معنا. مفيش شك ان جائحه فيروس كورونا غيرت حياتنا بشكل كبير وفجاه، طقوس وعادات كتير اتعودنا نعملها مش هنقدر نعملها دلوقتي في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها. رمضان كمان السنه دي يا ترى شكله هيكون ازاي؟ تعالوا نشوف الناس قالت ايه. كل الايام بتبقى عزومات وكده، طبعا دلوقتي هيبقى كل بيت مقتصر على نفسه يعني على اشخاصه وكده، طبعا خوفا من الفيروس دوت. والله بجد يعني اكتر حاجه هتوحشني في رمضان صلاه التراويح والصلاه في المساجد، دي اكتر حاجه بصراحه مؤثره في البني ادم جامد. دايما كنا بنصلي التراويح ونحتفل مع الاصدقاء ونتقابل نقعد مع بعض ونفضل سهرانين لحد السحور، السنه دي الوضع يبقى صعب جدا. طبعا برضو بعد السحور بقى ولحد الواحد بيسهر بقى لحد السحور والكلام ده، دلوقتي مفيش الكلام ده، كل واحد ملتزم وضروري نلتزم. الفرحة مش أكل وشرب بس، النزول بعد الفطار، الخروج، التراويح، الصلاة، القعاد مع أصحابنا، يعني أنا شايف إن الوضع مختلف. كورونا رب ضارة نافعة، عشان الواحد يقعد يعمل وقفة مع نفسه، يشوف ولاده، يشوف مشاكلهم، يقرب منهم. صحيح رمضان السنة دي هيتغير، لكن سفرة رمضان ليها جو وطقس خاص جدا ما بيتغيرش، وهيفضل الشهر ده هو الفرصة الروحانية اللي بنستناها من السنة
للسنة. شايف الحاجات بتاعت رمضان، البلح والقمر الدين والحاجات اللي احنا عارفينها من زمان دي دايما بتبقى موجودة على سفرة رمضان. تحلاش من الكنافة طبعا، سفرة رمضان ما تخلاش من طبق الشوربة، أساسي سلطة وشوربة وبطاطس محمرة، هي الكنافة والقطايف. تعالوا نستغل الشهر الكريم وندعي لرب العالمين يرفع عنا البلاء ويحفظنا جميعا. رمضان كريم وخليك في البيت. خلود الرفاعي، مساء دي ام سي. من المسلسلات الحقيقة اللي امبارح شقلبت الدنيا وطلعت بقى تريندينج على تويتر من أحداث هذا المسلسل امبارح، مسلسل خيانة عهد للنجمة الكبيرة الأستاذة يسرى ومجموعة بقى من الأبطال، حلشيحة، جمانة مراد، عبير صبري، خالد أنور عامل كمان دور متميز. ويمكن أحداث امبارح الحقيقة كانت قاسية جدا ومؤلمة جدا وخلت ناس كتير تعيط، ومش بس كده، شفت فيديوهات كمان لشباب مسجلين فيديو، في شاب كده مسجل فيديو لمامته ومامته في حالة إنكار للأحداث اللي حصلت في المسلسل امبارح، وبتقول لا هشام ما ماتش وكفاية يا يسرى، هتلاقيها من فين ولا فين ولا فين، حرام اللي بيحصل ليسرى كل ده، فاحنا عايزين نطبطب على سيفا حبيبتنا النجمة الكبيرة يسرى معنا على الهاتف. يا مساء الورد وكل سنة وحضرتك طيبة. ألو. طيبين ومصر كلها بألف خير والأمة العربية بخير يا حبيبي. عيطتي مصر امبارح يا سيفا؟ والله أنا عيطت معاهم. يعني بجد كل الناس تأثرت، وناس كتير جدا شفت كده على السوشيال ميديا عندهم حالة إنكار زي اللي كانت موجودة عند عهد امبارح، بيقولوا لا هشام ما ماتش. أيوة ده في ناس كتيرة قوي مش مصدقة وفاهمين إنه حلم وفاهمين ده كله. بس الحقيقة الوحيدة اللي في الحياة هي الموت. شايفه ردود الفعل ازاي على المسلسل بصفه عامه وحلقه امبارح واحداثها بصفه خاصه؟ عايزه اقول لك ان انا فرحانه جدا جدا جدا، فرحتي بجمهوري وفرحتي بزملائي وفرحتي بالمسلسل وفرحتي بسامح عبد العزيز واحمد عادل والكاست اللي معايا، فرحه كبيره كبيره كبيره. مهما اقول لك ومهما احكي لك طبعا انا بكلمك حواليا دوشه لاني واضح في التصوير. ربنا قويك يا رب. فاضل كتير؟ لا فاضل كتير. ربنا قويك يا رب. طب واجواء التصوير وكورونا والتعقيم والتطهير عامله ايه؟ احنا قاعدين نتعقم كل شويه، انا ايديا اتهرت من كتر البتاع اللي انا بحطه دوت، خلاص يعني ايدينا اتهرت وشكلنا اتهرت. والماسكس ما بنشيلها يا دوبك ساعه التصوير. ربنا يحفظكم يا رب وطمني بس الناس كلكم. عشان الناس عايزه تطمن، عهد هتنتقم ولا هيحصل ايه بعد كده؟ لا لسه في احداث كتير لازم تاخدوا بالكم ان احنا نشوفها، وقولوا لي بقى بعد كده هو كان عندي حق ولا لا. طيب هنتابع اكيد، بس عندي سؤال في مشهد العزاء امبارح، لانه عهد كانت لابسه ابيض واشارب اسود، هل ده بيرمز لشيء؟ هي رافضه، هي رافضه رافضه. في حاله النكران اللي حصل هتعرف، وهتعرف النهارده في الحلقه قلت لهم لابسين اسود ليه؟ تلبسوش اسود عليه. طيب سيفا يعني عايزين نوصيكي وبحمل رساله من كل المشاهدين، يعني انتقمي عشان تشفي غليل كل اللي بيتابع المسلسل. بحب جمهوري جدا لان قد كده الكومنتات اللي اتكتبت والتعاطف اللي حاصل يعني بجد بجد مخليني كده طايره من الفرح. ما شاء الله. يعني ما يحرمنيش ابدا ابدا منكم ولا يحرمنا منك ومن جمالك وفنك وابداعك دائما يا رب. اشكرك شكرا جزيلا. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليك. اشكرك شكرا جزيلا. طبعا برضو اللي تابعوا الاحداث امبارح جزء منهم بيدوروا على جمانة مراد شيرين، وجزء منهم عايز ينتقم منها. تنضم لنا عبر سكايب شيرين النجمه جمانة مراد، برحب بيها معانا وكل سنه وانت طيبه. مساء الفل يا رامي، كل سنة وانت طيب يا رب، رمضان كريم. الله أكرم، يعني يا جمانة غبتي عننا 7 سنين وأول ما ترجعي تقتلي هشام بالمنظر ده. ما قتلتوش. ما انت شاركتي في تويتي الجثة والأعاول ومسحتي الدم والحاجات اللي عملتيها دي، وقتلتيه الأول وهو عايش بالمخدرات.
فرح يا اللي قتلت هشام، انا ما قتلتوش، انا مش عايزه الناس تكرهني لا هو انا قلت انا الناس بتدور عليكي دلوقتي على فكره، خلي بالك. انا مش قادره اخرج من البيت، انت مش عارف النهارده بكلم حالة، فسمعت صوت عربيه، بقول لها حالة انت خرجتي بره البيت ازاي؟ عارف اللي هو اتخضيت، يعني قاعدين بنضحك على نفسنا. طبعا الحمد لله، الحمد لله فضل وكرم من ربنا ان المسلسل عجب الناس كلها. وحلقه امبارح فعلا اثرت بالناس جامد جدا، والناس يعني انا مش بس مصر كلها عيطت، اعتقد الوطن العربي كله عيط امبارح. والله ده يعني خليته الناس كلها تبكي وتتاثر، واحنا مش ناقصين نكد بصراحه. هو يعني غريبكم هيتشفي قدام شويه كده. ربنا يطمنك يا رب، احنا كلنا بلغنا عنكم على فكره، خلاص قلنا لسيفا مين اللي عمل ايه وازاي. سيفا حبيبه قلبي سيفا، طبعا انا عايزه اقول ان سيفا يعني عظيمه بجد، انا سعيده جدا ان انا معاها في المسلسل. هي حبيبتي وصاحبتي، بس عمرنا ما اشتغلنا مع بعض، فانا بجد طايره من الفرح ان احنا مع بعض. وعايزه اقول لكم لقدام هتشوفوا مشاهد جامده جدا ما بيننا، وكيمياء فظيعه ما بيني وبينها. يا رب كده يعني تعجبكم ان شاء الله باذن الله. يا رب ان شاء الله. طب سؤالي الاخير، ما خفتيش بقى بعد غياب شويه العوده تبقى بشخصيه شريره كده؟ لا، هو انا خايفه من العوده اوريدي، اوكي، بس ما كانش ينفع ارجع بشخصيه عاديه فلات، فكان لازم يبقى شخصيه مركبه، شخصيه حقيقيه لحم ودم، شخصيه كده تستفز المشاهد ويتعاطف معاها في نفس الوقت، والحمد لله انا ده اللي كنت عايزاه. يعني هي شخصيه مستفزه بس جداً. هي صعبانه على الناس، والناس حباها مش قادره تكرهها رغم كل ده، عشان عارفين ان هي يعني مش عايزه اقول ضحيه، بس هي اكيد عندها يعني ما بتعملش ده وهي بمزاجها او مبسوطه، بتعمله غصب عنها بسبب ظروف حياتها، بسبب حاجات كتير هتشوفوها لقدام ان شاء الله. والله يا جمان انا بتهيألي انت بتقولي ده عشان تحاولي تكسبي تعاطف الجمهور، بس انا بحذرك انت وحاله خلي بالكم. ماشي، حاول لحاله كمان. ربنا يوفقكم. طبعا هايله وكل الناس هايله كلكم الحقيقه، المسلسل رائع بكل فريق العمل ما شاء الله، والناس اللي ورا الكاميرا اللي يعني كمان تعبوا جدا جدا بصراحه. فيعني الحمد لله، الحمد لله توفيق من ربنا، الحمد لله. لان احنا كلنا قلبنا على بعض، كلنا بنشتغل بحب، ومعروف عن كواليس يسرى انها كواليس رائعه كلها حب بجد طبعًا. يعني طبعًا. فالحمد لله كلها حب زيها كده، الحمد لله زيها. ربنا يوفقكم يا رب، وربنا قوي عهد في انتقامها منكم ان شاء الله في الحلقات اللي جايه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. اشكرك يا جمانه، شكرا جزيلا، نورتينا. شكرا، كل سنه طيبه مره ثانيه. مشاهدينا الكرام، بشكركم على طيب المتابعه، وان شاء الله نلتقي مع حضراتكم الاسبوع القادم على الف خير. نلتقي يوم الثلاثاء ان شاء الله على الف خير، ودمتم في امان الله.